السلام عليكم. تخيلوا كده ان يجي لكم في امتحان انجليش، تخيل نفسك دبانة. انا من سنة حطيت السؤال ده للطلبة بتوعي، والمفروض ان هما كانوا دارسين اف كونديشنال، وكنت عايزة اعرف هيحطوا اي نوع من اف كونديشنال، قاعدة اف. طبعا احنا لما هنتخيل نفسنا يبقى ده معناها انه hypothetical condition، يعني حالة افتراضية، والحالة الافتراضية دي احنا بنحط فيها او بنستخدم فيها الـ if conditional اللي هي الحالة الثانية، او اللي بنسميها في امريكا في الكتب الجرامر الامريكان present unreal conditional. الفورم بتاعها او ازاي نركبها الـ if او جملة الشرط هتكون في الباست تنس، في المضارع، في الماضي البسيط، وجملة النتيجة اللي هي الريزلت كلوز هتكون في هتبقى فيها would زائد البيس فورم. البيس فورم او اللي بنقول عليه الانفينيتيف without to. اوكي، يبقى مثلا في ناس جاوبت قالت if I were a fly، لو انا افتراضيا كنت دبانة I would die. اوكي، لو انا دبانة هموت. اوكي، طيب احنا ليه بنستخدم، طبعا احنا قلنا انه جملة الشرط اللي بتكون بعد اف هنستخدم فيها الباست تنس. احنا الطبيعي ان احنا بنستخدم was بعد I. اوكي، وفي السبوكن انجليش لو بتفرجوا على الافلام الامريكية هتلاقوا انهم بيستخدموا was مش بيستخدموا were، لان دي السلانج. لكن في الستاندرد انجليش لو احنا مثلا بنتكلم البروفيسورز، لو احنا مثلا بنعمل سبيتش، حاجة بتبقى ستاندرد او فورمال رسمية، عادة بنتبع قواعد اللغة الانجليزية. طبعا احد التفسيرات ليه بنستخدم were مع I او he she it، المفروض ان احنا طبيعي في اي جمل تانية ما فيهاش if بنستخدم was، لكن قالوا انه طالما انه هو hypothetical situation، يعني انه هو موقف افتراضي مش هيحصل، اوكي، يبقى بستخدم were. دي كانت من احد الـ explanations او التفسيرات ان احنا ليه بنستخدم were. اوكي، وكان في كتاب ازار تقريبا اللي هو English grammar usage. طيب، يبقى احنا في الـ second conditional او الـ present unreal conditional، واحنا بنسميه لان هو بيتكلم عن دلوقتي، لو انا دلوقتي كذا. اوكي، لكن طبعا التصريف جملة الشرط بتكون في الماضي بعد اف، وجملة النتيجة بتكون would زائد التصريف اللي هو البيس فورم. البيس فورم، البيس فورم اللي هو الفعل بدون اي شيء، يعني ولا to ولا s ولا اي حاجة، زي make read play go. دي بنسميه في الكتب الأمريكية بنسميه base form. أوكي، طيب هنجيب سؤال تاني أو مثال تاني. عندي مثلا أنا معدية في الشارع لقيت عربية غالية جدا مرسيدس، فأنا بتخيل مع نفسي إن أنا نفسي أشتريها، لو معايا فلوس دلوقتي كنت اشتريتها، بس طبعا مش معايا. فطبعا لو أنا هستخدم بالإنجليش هستخدم الـ present unreal conditional أو الـ second conditional، وحقول if I had money، يبقى الـ past tense of verb have had. if I had money I would buy this car. الـ result clause هتبقى would زائد الـ base form of the verb. اوكي، يبقى الـ second conditional أو الـ present unreal conditional دي حالة hypothetical، بنقول عليها unlikely condition، يعني مش هتحصل، هي حالة تخيلية افتراضية. اوكي، وبنستخدم فيها بعد if هنستخدم الـ past tense، وبعدين جملة النتيجة هتكون would زائد الـ base form of the verb.
وطبعا لما ببدأ بإف وبعديها الباست تنس بحط كاما وبعدين جملة النتيجة. لو أنا ابتديت بجملة النتيجة وبعديها جملة إف أو الإف كلاوز مش بحط كاما. المرة الفيديو الجاي إن شاء الله هيكون عن الحالة الثالثة. أتمنى ده يكون فاتكو وعرفتوا الفرق, وياريت تعملوا شير وسبسكرايب للقناة علشان الناس كلها تستفيد. أشوفكم بقى الفيديو الجاي.